السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حيا وأهلا وسهلا ومرحبا في ليلة جديدة ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامج يمني حالي. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال، وإحنا بنطلع عليكم اليوم في أي وقت من الأوقات خلال اليوم، إن شاء الله تكونوا مرتاحين. تعالوا مع بعض نشوف أيش حضرت لكم اليوم في حلقتنا. عندما تم اختياري وإعلان اسمي ونشره، يعني ربما فوجئ لأنه ما بلغونيش أنه خلاص اسمي أصبح نهائي. فوجئت في وسائل الإعلام أنه اسمي نزل، وتداول هو وسائل الإعلام بأنه تم اختياري من ضمن 100 امرأة مؤثرة حول العالم، وهذا بالنسبة لي أيضا كان شيء مهم جدا ومؤثر في حياتي، وربما نقطة تحول إيجابية تدفعني للعمل بشكل أكبر. يحتوي على منتجات أسرية وهي أعمال يدوية. متابعين برنامجنا يمني حالي، اللي متابعين لنا دائما أكيد تعرفوا جيدا اهتمام برنامجنا بالأطفال وكيف بنحب نسلط الضوء دائما على مواهبهم وإمكانياتهم الرائعة في ترويض قسوة الحياة الواقعية عليهم وقسوة الظروف وقلة الإمكانيات اللي بيعيش فيها الطفل اليمني خاصة. لذلك يسعدنا اليوم أن نعلن لكم من خلال برنامجنا عن تدشين أول منصة يمنية متخصصة في قضايا الطفولة، وهي منصة إكسير للطفولة، منصة إلكترونية تهتم بقضايا الطفولة في اليمن ونقل الواقع وقصص المعاناة للطفل اليمني. وستعمل هذه المنصة أيضا على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والدفاع والمناصرة لقضاياهم وإظهارها للرأي العام بمختلف الوسائل وبقالب نوعي وحديث. أما عن صاحبة هذه الفكرة ورئيسة ومؤسسة منصة إكسير للطفولة، فهي إعلامية شابة من النماذج المشرفة والشخصيات الإيجابية والفاعلة والداعمة جدا لأبناء وبنات مجتمعها. لطالما كانت في مقدمة الصفوف للدفاع عن حقوق الطفل اليمني ومناصرة قضاياه. هي في الحقيقة صحفية وناشطة شبابية ومجتمعية تمثل اليمن بحضورها المشرف في العديد من المحافل المحلية والدولية، وتعكس الصورة الجميلة والحضارية للمرأة اليمنية أينما حلت. ضيفتنا هي الصحفية اليمنية المتخصصة في قضايا الطفولة آية خالد، نرحب بها عبر ستلايت من القاهرة. أهلا وسهلا يا آية. أهلا وسهلا فيك وأسعد مسائك بكل خير إن شاء الله. تسلمي حبيبتي، طبعا لي الشرف الكبير بوجودك معي اليوم. أنت يعني أنا شخصيا أقدرك وأحترمك وأحبك، ودائما متابعة لك ودائما بشوف نضالك المستمر ودفاعك المستمر عن حقوق أي حد، أي قضية بتمسك أو بتمر عليك دائما أنت في الصفوف الأولى مدافعة وبإنصاف وبكلمة حق. فشكرا أنك موجودة معي اليوم، وخليني أبارك لك كمان على إطلاق منصة إكسير للطفولة. حابة أسألك من فين كانت شرارة انطلاق هذه المنصة وأين وصلت اليوم؟ بالأول أشكرك جدا أرواء، وسعيدة جدا بتواجدي معك، شرف كبير لي برضه أنك تتابعيني ومبسوطة جدا بهذا الخبر. تسلمي. فكرة إكسير هي انطلاقة مش فقط لآية، يعني هي مش فكرة آية أو فكرة الفريق أو الشباب اللي يعملوا مع آية. إكسير هي لكل طفل يمني، يعني أنا من إكسير بحاول أدخل أنا والفريق الموجود معنا لكل بيت يمني، سواء كان يتابعه الطفل أو الأسرة، هم بيجدوا محتوى بإذن الله آمن ولائق ممكن أنه يتعرض له الطفل، كمان انه يستفيد منه. الفكره من فين جاءت؟ جاءت منه انا 4 سنين ادرس المجال اللي هو مجال الكتابه والتاليف للطفل والارشاد النفسي ايضا. حسيت انه في ناس كبير يستخفوا بالفكره لما اقول لهم مجال دراستي، انه مجال طفل، يعني لو كان مجال اخر ممكن انه بتنجحي فيه اكثر، انت كصحفيه ناجحه وشغلك حلو بس ليش اتجهتي للطفل؟ احنا مع الاسف اكثر شريحه متضرره في الحرب من 2000
2015 حتى اليوم هم الأطفال، كثير أطفال معتقلين، كثير أطفال مجندين، كثير أطفال خارج المدارس، كثير أطفال يموتوا بأسباب مختلفة سواء كانت صحية أو نفسية أو اجتماعية أو بيئية. أيضا كانت جت إكسير عشان أحاول أنا أحتوي هذول الأطفال. إكسير هي بتحاول نحاول حتى اليوم نوفر الدعم النفسي المجاني لكل طفل من خلال جلسات استشارات نفسية وجلسات استماع للطفل ولي أمره أيضا، وإرشادية في كيفية التعامل مع الطفل. وهذا المشروع تقريبا أنا بدأت فيه كجلسات من 2021 حتى اليوم، نقدم العديد من الاستشارات النفسية سواء كانت الجلسات الوقاهية أو عن طريق جلسات الافتراضية عبر الزوم. ممتاز جدا، واضح ان في انشطه كثيره ما زالت يعني الكثير لا يعلم عنها او ما لم تعلن عبر الاعلام. اليوم ان شاء الله الناس تعرف إكسير واهدافها وابرز الاشياء اللي بتقدموها. بالنسبه لإكسير كانت مجرد مبادره حسب معلوماتي من سنوات طويله، واليوم اصبحت منصه اعلن عنها الحمد لله للناس جميعا. ايش ابرز التحديات والصعوبات اللي واجهتك في مشوار اطلاق هذه المنصه، منصه إكسير للطفوله، وكيف كان الدعم من حولك لإخراج هذا المشروع أخيرا إلى النور؟ في الحقيقة هي كانت كمبادرة من العام 2019. أول شيء أنا لما انضميت للمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون هنا في القاهرة، شفت بأنه أنا كنت الوافدة الوحيدة في دفعتي، وإحنا أول دفعة على مستوى الوطن العربي. شفت أنه كل الطلاب زملائي المصريين كلهم عندهم محتوى خاص بالطفل، يعني لما يجوا يستعرضوا بحث أو يناقشوا قضية معينة، لا أوريدي في عندهم أساسا إرشيف للطفل، في عندهم مجلات، في عندهم قنوات مخصصة، في برامج. أنا لما كنت كل مرة أستعرض أبحاثي كنت أنا كئيبة وأكئب كل من حولي، إنه لما جي أستعرض الأطفال اللي قتلوا، أستعرض قصة طفل يعمل مثلا في مقبرة، قصة طفل ما عندوش أسرة بقى الوحيد بعد القصف، لحتى قضايا الأطفال يعني والأنشطة اللي كنت أحاول إني أستعرضهن كانت الأمانة كلها مدمية، يعني لدرجة إنه في مرة الدكتور قال لي في مناقشة بحث: متأكدة إنك تتكلمي عن شيء واقعي؟ فقلت له أكيد شيء واقعي، ما صدقش غير لما استعرضت له قصة طفل يعمل في مقبرة له سنوات كثيرة. شفت إنه إحنا محتاجين أساساً نسوي هذا الشيء. الصعوبات إني كنت لما أجي أكلم الناس، لما أبدأ بديت عبر صفحتي بالفيسبوك أوعي بأهمية الجلسات الاستشارية للطفل، كيف إنها أساساً تحدث فرق. إنه مثلاً يوصلنا أحياناً طفل بسبب صدمة معينة فاقد النطق، مع عدد من الجلسات بعد 5 جلسات يبدأ يقدر إنه فضفض وخرج نوع معين. طبعا هذا اكثر شيء واجهني، انه الناس يقولوا انت مش دكتوره نفسيه، فحاولت افهمهم يا جماعه الطبيب النفسي ما فيش طبيب نفسي متخصص اساسا في اليمن خاص بالاطفال، اوكي صح. انا الوحيده في مجالي الان، بس انا حابه انه بكره يكون في غيري 1000، انا حابه انه انا البحث اللي اقدمه انه غيري يستفيد منه يكون كمرجع معلومات، القضيه اللي اناقشها غيري ممكن يرجع لي في اي شيء. فلقيت بديت انه الاعلام كامل، انه اي حد عنده تقرير صحفي يجي لعندي، نحتاج حد مختص بالطفوله، نحتاج. فكنت أفهمهم أنا كأخصائي، يعتبر أخصائي شخص مختص بالطفل صحفيا، وأنا كمان أخذت دبلومات في علم النفس، في علم نفس الطفل، عشان أقدر أوافق ما بين الحاجتين. وهذا الشيء عملته خلال فترة كورونا، أخذت تقريبا 3 دبلومات فيما يخص الجانب النفسي للطفل. فعلشان أنا أحاول إنه إحنا في المرحلة الآنية في اليمن الطفل بحاجة للدعم، مش محتاج الدعم المالي فقط، ولا محتاج الدعم اللي هو الإغاثات و الطفل صحيح. محتاج دعم نفسي. يعني كثير من الأطفال إحنا راحوا بفعل صدمات تتعرضوا لها، سواء مات صديقه أو أمه أو أبوه أو شهد مرحلة من القصف. فكان إنه الناس لما يقولوا لي يعني إيش بيستفيد طفلي لما تجلسي معه تسوي له جلسة، لا يا جماعة يستفيد ويتحسن و بديت أنشر قصص بموافقة الأهالي، إني بنشر بدون ذكر أسماء. الآن أنا تقريبا يوميا أقدم أكثر من 5 جلسات للأطفال، يعني أحاول أخصص باليوم 3 ساعات للأطفال، إما تكون جلسات استماع جماعية كل طفل معه مخصص له ساعة في اليوم جلسة، بس بسبب سوء الإنترنت في شوية مشاكل. من شهر كنت في اليمن، كمية الناس اللي تواصلوا معايا محتاجين جلسات، فاني ما كانش عندي الوقت الكافي. حاولت أدرب فريق، بس مع الأسف يعني يؤسفني أني أقول فشلنا، لأنه صعب أنني أنقل دراسة 4 سنين قراءة مراجع ل4 سنوات أكثر من 300 مرجع فيما يخص الموضوع أنقله في يوم في ليلة. بدأنا أنه إيش المصطلحات اللي لازم أنت تستخدمها لما تستمع للطفل، كيف ممكن تفتح معه هذه النقطة. طفل يجي يقول لك أنا شفت ماما وبابا يموتوا قدامي في قذيفة أو صاروخ، أنت كيف ممكن
ممكن تستخدم معه الكلمات اللي تخلوه يكمل يحكي، مش انه تكبته او تفقعه في لحظه من اللحظات. أيوة. بس الحمد لله اليوم مع انطلاقه اكسير كثير من الجهات تواصلوا معنا الداخليه والخارجيه انه ممكن ننفذ اعمال مشتركه. الناس بدوا يستوعبوا ايش يعني فكره تجلس تتكلم مع طفل، او فكره انك تحتوي الطفل، انه انت لما مثلا تقدم دعم لطفل سواء كان مادي او معنوي او هذا الشيء يفرق مع الطفل. بس وصلوا المجتمع الى جزء كبير، لكن ما زال في قصور كبير يعني. وان شاء الله بنحاول نغطي ان شاء الله. لسه في البدايه انت يا آية، ان شاء الله يعني خلي عندك طول بال ونفس، لسه الموضوع مطول وان شاء الله يوصل باذن الله. وانت فاجاتينا الان بالتفاعل الجميل من الناس، وفي تعاون وفي مبادرات. بالنسبة لمهمات وأهداف منصة إكسير وبشكل عملي، أنت قلتي أنك بدأتي بالفعل وفي جزء كبير بتقدميه في الواقع، كيف كمان الدعم الملموس في حل أو التدخل في قضايا الأطفال بشكل ملموس في المجتمع؟ كيف مثلا الناس ممكن تلجأ لك لو عندهم استشارات نفسية خاصة بالأطفال، أو هذه الجلسات كيف بتعلني عنها، أو كيف الناس توصل لك؟ أنا أعلنت قبل كذا على صفحتي على السوشيال ميديا في اليوم العالمي للطفولة الماضي، كتبت إنه أي طفل محتاج دعم نفسي أنا ممكن أقدم له هذه الجلسات بشكل مجاني أونلاين. وبدأ الناس يتواصلوا معي بشكل، أو حتى استشارات عن طريق صفحتي على الفيسبوك أو رقمي الواتساب، بدأت أقدم الاستشارات اللي هي مثلا، طبعا مع الأسف إنه حالات كثير توصل إحنا بمواضيع مرة حساسة، فبعض الأهالي بدأوا يتواصلوا معي، ابني تعرض كذا كذا، كيف ممكن أتعامل معه نفسيا، كيف الجلسات مش فقط إنه أنا ممكن أستمع للطفل، لا، الجلسات أنا أجلس كمان مع أولياء الأمور. يعني في كثير أطفال جلست معهم هنا في مصر، أعمل للطفل 3 جلسات، بعدين أجلس مع الأم والأب الأب كمان 3 جلسات، وبعدين أرجع أكمل مع الطفل. لأنه الطفل أول ما يعني العجيب بالجلسات، أول ما تجلسي مع الطفل يقول لك احلف إنك ما بتكلميش ماما وبابا باللي بقوله، يعني محتاج اني اعطي له الامان عشان يتكلم. انا حاول مع الام والاب، انت قادر تعطي لطفلك هذه المساحه من الامان؟ ما يلقى ليش يعني، ممكن انك ترجع انت المستشار النفسي له. مع الاسف دور الاخصائيين الاجتماعيين عندنا في المدارس جدا سيء، انه الدور يكون عقابي ورقابي اكثر ما هو توجيهي ودعم. يعني حتى لو عرف انه الطفل عنده مشاكل اسريه ما بين الاب والام او خلافات، الاخصائي الاجتماعي ما يتصرفش بالطريقه المطلوبه، او انه يستدعي الاب والام او يعني ممكن بس جيب امك لو خالف بالزي، جيب ابوك لو ما دفعش رسوم. مع الاسف هذا الشيء المتكرر. انا في اكسير اعلنت مؤخرا كمان انه احنا نستقبل كل الجلسات، وكنت كمان بالجلسه الافتتاحيه تكلمنا كمان في يوم التدشين انه الجلسات متاحه للجميع، معنا استشاريين نفسيين كمان لاولياء الامور في حال احتاجوا جلسات، كمان في عندنا اطباء نفسيين. الشيء الثاني انه الان انا جهزت فورمه خاصه بتكون متواجده على جوجل، واللينك تبعها بينزل خلال الايام القادمه ان شاء الله على صفحه اكسير في الفيسبوك، بنتكلم فيها انه كيف اليه التسجيل، عشان بصراحه في اليوم اكثر من 50 حالة توصل إحنا إنه محتاجين جلسات، فأنا مش قادرة ألحق على الكل، ولا الفريق قادر إنه هو يفرز. يعني قلنا بنسوي هذه الاستمارة، فبيكون سهل علينا الفرز، وسهل إنه نعطي للشخص موعد عشان ما نرجعش نخلف فيه. يعني أيوة. مثلا لو قلت لأي ولية أمر بكرة بخصص له ساعة، أنا أحب أكون صارقة مع ولية الأمر، يعني ما أعطيهاش الموعد إلا وأنا مرتبة جدولي تماما. أيوة. فبدأت الأمور تترتب، وإن شاء الله الآن بفعل الاستمارة اللي سويناها على جوجل بتنزل قريب على صفحة إكسير وعلى صفحة الخاصة، بيبدأ الموضوع يترتب أكثر إن شاء الله. من خلالك كمان حابة أعلن إنه إن شاء الله على نهاية العام أو بداية العام الجديد بيكون في برنامج مخصص للأطفال ثابت، تنزل حلقة أسبوعية على إكسير، والآن شغالين على هذا الشيء. يعني إحنا الآن يمكن راكدين شوية على السوشيال ميديا، بس عندنا خطط جديدة ممكن نعملها، فمش حابين نبدأ إلا وقد في عندنا سلسلة ثابتة من البرامج. بالإضافة إلى أنه على بداية العام الجديد إن شاء الله، أو تقريبا مع تزامن مع اليوم العالمي للطفولة، بتنطلق أول حلقة بودكاست للطفل للأسرة، كيف أنه أنت كأب وأم تتعاملوا مع الطفل، كيف تعدلوا سلوكه، وكيف أنه كمان أنت كطفل تقدر تتعامل مع أسرتك بأريحية. أنا اللي حابة أوصله إنه إكسير إن شاء الله، الآن إكسير هي عبارة عن منصة على السوشيال ميديا فقط، بكرة بتكون موجودة على الواقع. المنصة هذه بيكون أي طفل يدخلها بتكون آمنة له تماما، بعيدا عن المحتوى الرائج الموجود على السوشيال ميديا. إكسير لا بتحمل رسائل سياسية، ولا بتحمل وجهة طرف معينة ولا شيء، إكسير هي بتكون للطفل فقط، إنه الطفل يدخل يلاقي الأشياء المفيدة اللي ممكن يحتاجه
الأشياء الترفيهية بيلاقيها أكيد بالواقع وبأشياء ثانية، لا بس أنا حابة أشتغل على دماغ الطفل، حابة أشتغل على نفسية الطفل أكثر ما أشتغل على مهاراته الأخرى. والله مشروع جميل يا آية، أنا شخصيا سعيدة فيه جدا ومعجبة جدا، وحاسة أنه أصبح في طاقة نور أخيرا اتفتحت للطفل اليمني. يا ما تناولنا قضايا يعني قشعر لها الأبدان وملفات ما بتخلصش، وأشياء قضايا ما زالت معلقة للأسف مش عارفين نوصل فيها الحل، فإن شاء الله يلاقوا النور من خلال هذه المنصة ومن خلالك. وحابة كمان أسألك أبرز القضايا والملفات والمشكلات اللي ممكن تطرح من خلال إكسير للطفولة، غير اللي يعني تداول أو غير اللي بيجي لكم يوميا، غير المشاكل الأسرية والاجتماعية اللي بتمر عليكم، ملفات كبيرة أو أجندات كبيرة ممكن تطرحوها للرأي العام من خلال إكسير للطفولة، هل حطيتي خطة للموضوع ولا لسه تحت التداول؟ في الحقيقة أنا الآن حاطة فقط إنه خطة مصغرة، يعني كيف إنه ممكن ندير إكسير لآخر السنة. كثير نصحونا إنه على طول نحولها مثلا منظمة مجتمع مدني أو شيء أو مؤسسة إعلامية. في الوقت الحالي أنا ما فكرش كذا، أنا مش حاطة إكسير ربحية، أنا حاطة حاجة الفائدة للطفل. الملفات اللي توصل إحنا أغلبها طبعا أنا في اليمن وفرت مواد إرشيفية لإكسير تغطيها سنة قدام، بس شايفة أنه مش الوقت الآن أنه نعرض المواد، لأنه بصراحة مواد جدا صعبة يعني بتكون على المشاهد. يعني نزلنا مخيمات، صورنا قصص كثيرة، رحنا عشان نصور بس وضع المخيم، خرجنا بما يقارب من كل مخيم ب13 قصة. القصص هذه طبعا مؤلمة، مؤلمة جدا، سواء كانت للرأي العام أو كانت للمجتمع اليمني خاصة. عندنا حالة تسرب مدارس، عندنا كيف أنه الطفل يوصل لمرحلة معينة ينقر مع عصابات، عندنا طبعا حالات إتقار بالبشر، حالات التحرش شبه يومية بطريقة مخيفة. حتى من ضمن الجلسات اللي الأطفال اللي نسوي لهم الجلسات، أغلب الحالات مع الأسف تحرش، سواء كان هذا التحرش في المدرسة أو في الحارة أو في أشياء إن أولياء الأمور ما بدأوش يستوعبوا إنه أنت لازم تفرض على ابنك رقابة بطريقة ودية. إحنا نقول دائما الرقابة الرقمية مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقابل الرقابة الواقعية اللي هي الآمنة، في رقابة اسمها آمنة، إنك تراقب ابنك بدون ما تفرض عليه شيء أو بدون ما تحسسه بالخوف، إنه أنت لو اكتشفت معك شيء بسوي بسوي بسوي. في إكسير إن شاء الله إحنا نطمح إن تكون يعني مؤسسة بحيث إنه الأطفال كل الأطفال يقدروا يزوروها ويلاقوا الشيء اللي يحتاجوا فيه. من جهة ثانية إنه إحنا في إكسير كمان إن شاء الله بنحاول إنه هذه القصص بننشرها على المدى القريب إن شاء الله، بننشر كل يعني بنحاول ننقل الرأي العام واقع الطفولة في اليمن، كيف إنه إحنا في الوقت اللي الطفل يطالب بتابلت إحنا الطفل ما زال يطالب بقلم ورقة. طبعا وضع الأطفال في المخيمات جدا مزري، إنه ما فيش مدارس، ما فيش يعني حمام ممكن يروحه، أبسط الحاجات اللي هي للحياة معدومة تماما. عندنا كمان انه احنا نقدم كمان استشارات قانونيه، دائما نقول اي حاله اي اب او ام حابب يبلغ عن حاله الطفل ممكن من خلالنا نحن نوصله للجهات الامنيه كمان، وعندنا مستشارين قانونيين في المنصه ايضا. اي اب او ام ابنه اكرر الان تقريبا هذه المره الخامسه اكرر على الاعلام انه اي اب او ام يشوف انه طفله عنده مشكله نفسيه او عنده عقده من موضوع معين احنا ممكن نساعده، وممكن كمان نقدم له الدعم، ممكن لو يحتاج مركز تخاطب يحوله على مركز تخاطب. هو جهد ذاتي، يعني أنا للآن أشتغل بدعم شخصي وجهد ذاتي، يعني حتى الجوانب المادية أديرها شخصيا بدون أي دعم من أي جهة، بس الحمد لله لنا صوت، تركنا أثر. قصص النجاح اللي توصل لنا بعد الجلسات اللي نقيمها إنه طفل رجع للمدرسة بعد ما كان مش حابب يرجع بسبب تعبئة طائفية معينة، إنه طفل رجع يتكلم بعد ما كان منزوي ومش حابب يتكلم بعد الصدمة، إنه طفل كمان رجعت قابليته للحياة، رجع يكون صداقات وعلاقات جديدة بعد ما كان داخل في حالة توحد. أشياء كثير وقصص كثير وملفات كثير طبعا يوميا توصلني، وأحس بصراحة نفسيا إنه هذا الشيء يؤثر علي بشكل كبير، بس لما أشوف رجع الصدى والأثر بصراحة أنبسط بشكل كبير، إنه حتى لو كنت أنا الوحيدة في هذا المجال وإنه منصتي هذه بداية ونتعرض لصعوبات كثير إنه المجتمع مش مستوعب الاستيعاب الكافي، بس أحس إنه بكرة أو بعده أو 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 على المدى البعيد بيكون لنا صوت إن شاء الله، وبنكون إحنا من خلالنا والأبحاث طبعا إكسير كمان تنفذ أبحاث ودراسات علمية بيتم نشرها إن شاء الله، بنكون مركز معلومات لأي حد يحتاج أي نقطة عن الطفل.
الطفل، ونحاول نوفر كل الإحصائيات اللازمة عن واقع الطفولة في اليمن. طيب أنت قلتي أنك أنت الوحيدة الآن وأنت اللي اخترتي تتخصصي في قضايا الطفولة، ليش اخترتي آية هذا التخصص الصعب وتثقلي على كاهلك بهذه المسؤولية الكبيرة وتكوني أنت في الصدارة وفي الواجهة أمام طفل أصلا بيعاني من كثير والكثير والكثير لليوم، ملفات مفتوحة وما زالت مفتوحة وما زال الطفل بيعاني فيها والمعاناة بتكبر للأسف ما بتقلش، ليش اخترتي هذا التخصص وإيش أضاف لك في مسيرتك المهنية؟ اخترت هذا التخصص في البداية انه انا لما كنت اقول لهم بسوي بفتح منصة متخصصة للطفل كانوا يقولوا لي لا عشان تشتغلي وتلاقي دعم من الجهات الخارجية خليها مرأوطي. بصراحة اخترت الطفل لانه بحثت في الموضوع، يعني شفت انا لما جيت اشتي اقدم خطتي لرسالة الماجستير طالبين مني مجلة متخصصة للطفل في اليمن ما فيش، طيب منصة مخصصة للطفل في اليمن ما فيش، فلما كنت اقول لهم الدكتور قال لي انت تلعبي بعقولنا، يعني معقول لا في مجلة ولا في قناة تلفزيونية ولا ولا، فقلت لهم حرفيا ما فيش، فكنت انا اتعب عشان الاقي شيء معين ومع الاسف ما الاقيش اي حاجة، حتى كنت اغلب الاوقات كانوا يقولوا لي في الدكاترة انت صحفية صح؟ فلما اقول لهم ليش يقولوا اصلا كل القصص اللي تجيبيهن هذه قصص صحفية، يعني ما فيش عندكم مثلا طفل مثلا يدرس موسيقى وحقق شيء، ما فيش عندكم، قلت له في قصص بس ما فيش مراكز تتبنى هذه الأشياء للأطفال. صحيح. يعني احنا شفتي تصطادي بالماء العكر. فلما دخلت في الموضوع للأمانة كنت أتأزم نفسيا بدرجة كبيرة انه في أشياء مش موجودة خالص، طبعا كنت أتكلم عن الطفل سياسيا أكثر الأشياء، فشفت نفسي انه بنقر في يعني بظلم الطفل بالأول والأخير، احنا حتى القصص الصحفية وصحافة الطفل الموجودة في اليمن مع الأسف موجودة صحافة الطفل اللي هي مسيسة، طفل قتل من قتله ويلا نشن هجوم على الطرف الفلاني ونشن هجوم، الطفل مش محتاج هذه الأشياء، الطفل صح. محتاج تقول له أوكي قتلك فلان احنا كيف بناخذ بيدك للأمان، انت فقط ابوك فقد بيته احنا بنحاول نوفر لابوك مصدر رزق علشان انت تعرف تكمل دراستك. صح. طبعا اغلب الجهات الان توفر للطفل مصدر يعني مهن قانونيا بالقانون الدولي للطفل، ما يحقش للطفل تحت 18 سنه يشتغل اي شغل، احنا في اليمن مع الاسف يشتغلوا تلاقيهم في الجولات تلاقيهم في الجبهات، اليوم في معانا اطفال يروحوا الجبهات يبيعوا مو ومناديل، طبعا هذه جريمه هي تعتبر، فانا صحيح. لما دخلت حاولت اني بكون حاضنه لذول الاطفال، انه انا بعمل كيان، الكيان مش لي والكيان مش ربحي والكيان مش علشان فقط نشتهر على السوشيال ميديا، لا انه الكيان بيكون اي طفل حابب يوصل صوته او معاناته او محتاج اهتمام ورعاية احنا موجودين، يعني احنا لفترة معينة بنحل محل الدولة اللي لازم تكون توفر مثلا في معانا وزارة للطفل وزارة كذا وزارة لا ما فيش، فاحنا بنحاول عن طريق المجتمع المدني نوفر هذا الشيء. فكانت من هنا المنطلق انه من باب المسؤولية دول اطفال تعرضوا لشيء معين، 8 سنوات حرب داخلين سنة تاسعة ما فيش حد يهتم بالأطفال. أحب أضيف أنه أنا لما زرت المخيمات زرت مخيمات في تعز وفي عدن، في كل مخيم كنت أروحه مهتمة بالطفل ينصدموا يقولوا إحنا لنا 8 سنوات أول جهة تجي تدور عن الأطفال، فلما سألوني قالوا أنتم تبع أي منظمة دولية، فقلنا لهم لا إحنا لما نشرح لهم الفكرة لا ينصدموا أنه أول مرة حد يجي يدور بعد الأطفال، يجي يدوروا يا إما مرأة يا إما ضحايا يا إما يسيسوا الموضوع يا إما بس أو يصوروا الأطفال هم يأكلوا وانتهى الموضوع. أيوه. أطلقنا إحنا كمان فلاشة صغيرة كذا مع تدشين إكسير أنه سألنا الأطفال، نزلنا المخيمات نزلنا لمدرسة كان فيها مركز صيفي ايش تقول للحرب، يعني ليش تكره الحرب؟ يقول قال لي يقول طبعا ان نزحوا بسببه، قال لي يقول لك قتلت ابوه قتلت صديقه قتلت، لما جيت اسالهم ايش تتمنوا فكان اللي ان تخلص الحرب، قال لي يقول انه المعتدي على اليمن يخرج من اليمن، قال لي يقول انه يصير ضابط وينتقم، طبعا انه هذه المصطلحات تدخل عند الطفل، انا دائما باللقاءات العربيه اقول لهم الطفل اليمني مش اي طفل، الطفل اليمني عنده ثقافه الان واسعه اقتصاديه سياسيه امنيه، الطفل اليمني قادر يميز بصوت القذيفه ان كانت هاون او هاوزر، قادر يميز صوت الرصاصه من المعدل صوت الدبابه من، فانت لما تتعامل مع طفل يكلمك انا اليوم ما بشتريش سكريم عشان سعر الدولار مرتفع،
غير لما تيجي تتكلم مع طفل عربي من بلد ما فيه صراع تكلمه انت ايش امنيتك، بيقول لك انه يروح اما ملاهي او انه يسافر خارج البلد او لا. بالمقابل انه احنا بقى الاطفال عندهم ثقافه محنكه بالوضع الراهن، يسمع ابوه هو يتصايح مع امه عن سعر الصرف، يسمع براع البقاله ويقول له سعر الصرف فشريحتنا الموجوده شريحه الاطفال غصبا عنهم حساسه جدا اجباري بشكل، يعني الواقع ملغم فلازم نشوف لهم حاجه تبعدهم شويه عن الواقع اللي هم فيه. صحيح. آية الوقت جري بسرعة للأسف، ما كان لسه في كلام حابة أقوله، بس أتمنى يكون إحساسي وصل لك بإني فخورة فيك جدا، وأكيد ناس كثيرة بتحبك وبتتابعك بشغف، وأتمنى لك تستمري إن شاء الله، ومبروك على إطلاق هذه المنصة ومنها إلى الأمام وإلى حل مشاكل في الواقع، فعلا تغيير ملموس في واقع الطفل اليمني. أنت من الصحفيات النشيطة والجميلة واللي دائما مثل ما قلت مدافعة عن حقوق النساء والأطفال وعن كل محتاج بصراحة لك وقفاتك الجميلة، بتمنى لك كل التوفيق، ولو في كلمة أخيرة حابة تقوليها تفضلي. شكرا لك أرواء، وممتنة لك على هذا اللقاء، ممتنة على كل كلماتك الجميلة. حابة أوجه فقط رسالة لأطراف الصراع في اليمن، خرجوا الأطفال من لعبتكم القذرة، الطفل بالأول والأخير ضحية ما لهش أي ذنب، جنبوا الأطفال هذه الصراعات كامل، سواء كان في المدارس أو في الحارات، أو الطفل ما لهش أي ذنب. حابة أقول لأولياء الأمور اعتنوا بأطفالكم جيدا، نفسيا، اجتماعيا، علميا، ثقافيا. لا تحاولوش تنقلوا لهم الثقافة اللي موجودة في الشارع عن الحرب لداخل البيت، وفروا لهم بيئة آمنة بأقل التكاليف الممكنة اللي هو الهدوء والسلام داخل البيت. شكرا. شكرا لك يا آية على كلماتك الجميلة، وإن شاء الله رسالتك توصل، ورسالة كل الرسائل اللي قلتيها اليوم من خلال هذا اللقاء الجميل توصل. بودع ضيفتي العزيزة، وما بودعكمش لأنه ما زالت حلقتنا مستمرة، وما زال معانا اليوم شخصيات بارزة وجميلة حابين نحدثكم عنها. بنروح لفاصل قصير وبنرجع بسرعة، خليكم معنا. وما زلنا مع سيدات تعز المبدعات والمتفوقات، والآن بنعرفكم على نموذج قد لا يتكرر كثيرا من نساء بلادنا، لأنها في الحقيقة استطاعت أن تضع اسمها بين قائمة تضم 100 امرأة من حول العالم تم اختيارهن في قائمة النساء الأكثر إلهاما وتأثيرا للعام 2022، التي أعلن عنها سابقا موقع البي بي سي في موسمها 10 لإطلاق المبادرة، بالتركيز على الإنجازات التي حققتها النساء. ومن بين الشخصيات 100 هناك 9 نساء فقط من المنطقة العربية، بينهن ضيفتنا اليوم المحامية اليمنية معين العبيدي، التي تواصل التركيز على محاولات بناء السلام في مدينتها المحاصرة تعز، وسبق أن تولت دور الوسيط في تسهيل عمليات تبادل الأسرى بين الأطراف المتحاربة. وإذا كانت لا تنجح دائما في إعادة المقاتلين أحياء إلى عائلاتهم، فهي كانت تحاول على الأقل العمل على إعادة جثث القتلى إلى ذويهم. المحامية والناشطة الحقوقية معين العبيدي تطوعت في اتحاد نساء اليمن، ودافعت من خلاله عن النساء السجينات والنساء المعنفات، كما كانت أول امرأة تصل إلى مجلس نقابة المحاميين كمشرفة على لجنة حقوق الإنسان والحريات. كان لنا الشرف بلقاء واستضافة هذه المرأة العظيمة من خلال كاميرا الغد المشرق، لنتعرف على جزء بسيط جدا من إنجازاتها. تعالوا نشوف. أنا المحامية معين العبيدي، محامية من تعز وناشطة حقوقية ومجتمعية. قصتي أن أنا بدأت من قرية ريفية في محافظة تعز، ثم انتقلت للعيش في المدينة والدراسة في المدينة، وتخصصت في كلية الحقوق أو درست المحاماة، وبعدها بدأت أعمل كمحامية. خلال مسيرتي اشتغلت كل جوانب حقوقية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان،
وعلى وجه الخصوص منذ أن اندلعت الحرب في 2015 حتى الآن مستمرة، ولكن أولويات أو ما فرضته علينا أولويات الحرب. أيضا وجدت نفسي أعمل في جانب الوساطة نتيجة المعاناة الشخصية وأيضا معاناة الناس التي أشاهدها كل يوم. عندما تم اختياري وإعلان اسمي ونشري أنا ربما فوجئت، لأنه ما بلغوني أنه خلاص اسمي أصبح نهائي. فوجئت في وسائل الإعلام أنه اسمي نزل، وتداول وسائل الإعلام بأنه تم اختياري من ضمن 100 امرأة مؤثرة حول العالم، وهذا بالنسبة لي أيضا كان شيء مهم جدا ومؤثر في حياتي، وربما نقطة تحول إيجابية تدفعني للعمل بشكل أكبر. أشتغل بالذات في الفترة الأخيرة أو فترة الحرب في جانب الوساطة في بيئة حرب، وفي قضايا أيضا شائكة مثل تبادل المعتقلين والأسرى وقضايا فتح الطرقات، القضايا الخدمية بين أطراف متحاربة. شغل طوعي، وايضا نعمل بعيدا على الجوانب الاعلاميه، لذلك حتى في بعض الشخصيات او الاشخاص عندما تم اختيار اسمي يفاجأ او ما يعني من هذه معين العبيدي نحن ولا من اسباب بها، لانه انا اشتغل مع الناس على الارض، ما اشتغلش في وسائل التواصل او في الجوانب الاعلاميه. نحن كنساء الآن نشتغل أو نعمل، لازم نكون نموذج لمن بعدنا، لازم نكون نموذج حتى لو تعبنا أو واجهتنا صعوبات وعراقيل، مهم أنه نمهد الطريق لمن سيأتي بعدنا، مهم أنه نوجد ونحدث أثر إيجابي لصالح المجتمع عامة والمرأة على وجه الخصوص. إلى مصر وتحديدا القاهرة، حيث انطلق مؤخرا معرض التراث والحرف اليدوية الذي أقيم برعاية سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة ومجلس الأعمال اليمني بدعم من وزارة التنمية المحلية في محافظة الجيزة المصرية. شارك في هذا المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من مختلف المحافظات المصرية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها الدول المشاركة وخاصة اليمن، التي كان لها حضور بارز بعدة منتجات يدوية وتراثية تعبر عن الهوية اليمنية بشكل حديث ومتطور. تعالوا نشوف مع بعض زيارتنا لهذا المعرض وخاصة الجناح اليمني. يحتوي على منتجات أسرية وهي أعمال يدوية للأسر المنتجة في اليمنية يعني في مصر، وأنا شاركت بأعمال عن ألوان الزجاج على أطباق وكذلك لوحات فنية تشكيل يمن التراث اليمني
وحاولت أعبر عن التراث الشعبي في اليمن زي ستار الصنعانية، الخنجر اليمني اللي هو معروف عندنا بالجنبية، رقصة البرع، باب اليمن عندنا في اليمن، كذلك دار الحجر، هذا من العمارة اليمنية المشهورة في اليمن، كثير من الزخارف في العمارة اليمنية، الزخارف المعروفة في اليمن عندنا في التراث الشعبي، حتى الأفكار اللي هي عن الحسد والخمسة وخميسة وعين الحسود والحاجات هذه كلها من الموروث الشعبي والفلكلور الشعبي اليمني والعربي بشكل عام. المنطقة بصراحة مشجعة لأنه واحد يشتري بعض الأشياء، لأنه هي كلها مرتبطة بتراث الكثير من الدول، وبالذات مصر واليمن موجودة بقوة فيها، وبصراحة الأسعار برضو أيضا معقولة يعني إلى حد ما أفضل مما هو موجود معروض في الأسواق. المعرض الحمد لله حلو، الحمد لله في حاجات حلوة وممتازة وخامتها حلو، في اللي بيعملوا الأشغال اليدوية وفي اللي بيعملوها مثلا خياطة أو حاجة زي كده، مكاين في حاجات حلوة أو مواد ويركبوها مع بعض ويصلحوها، مثلا زي البخور خامته حاجة ثانية، يعني عطور وحاجات كثيرة فيها، مثلا الكروشيه بيعملوه يدوي، فبصراحة حاجات حلوة ممتازة جدا، يعني الخامات اللي بيعملوها حاجة حلوة ممتازة. اليوم ألبس الزي لمحافظة عدن، هذا الزي العروسة بتلبسه مع البرقع الذهبي والإكسسوارات، طبعا كان زمان بتلبس الذهب ولكن مع تغيير الأحوال فصارت تلبس بديل الذهب اللي هو الفضة أو الستانلس ستيل. بالنسبة للأسود اللي أنا لابسه طبعا هذا شيدر بتلبسه المرأة العدنية قديما، أيام زمان كان ما فيش عبايات، لسه العبايات ما تفصلت، فكانوا بيلبسوا الشوادر وكان في شال بيتغطى على الوجه كنوع من أنواع البراقع، فحبيت أني أجمع الزي التراث العدني قديما وحديثا. عاملة تشكيلات طبعا لجميع محافظات اليمن وعندي الأزياء اليمنية، وإن شاء الله في كل يوم من أيام المعرض بكون لابسة زي معين من محافظات اليمن بلبسها بإكسسواراتها بكل حاجة. فكرة المعرض اليوم إنه يذكرنا بالتراث، التراث الإنساني والحضاري، لأنه الفترة الأخيرة طغت الحياة المودرن والحياة الحديثة، فأصبحت الناس تنسي إيش كان تراثه وإيش كان يعني إيش كان الأصل والجذور وكذا، وإحنا باليمن كل محافظة أساساً مع تراث لوحده وتاريخ لوحده، والبلدان العربية بشكل عام يعني متجذرة وقديمة جداً، يعني فبالطبيعي إنه يكون في تراث وحضارات وأصالة. وصلنا معكم إلى آخر فقرة في حلقتنا واللي بنروح فيها في جولة حول العالم لأشهر الترند المنتشرة على السوشيال ميديا، وأشهر نجوم اليوتيوب مستر بيست يتعرض للمقاضاة، بس يا ترى إيش السبب؟ تعالوا نشوف. وبعيد عن البرجر والأشياء اللي شفتوها، في يعني خبر غريب والحمد لله أنه تم على خير، يعني تركيا تتخلى عن الانتحار من فوق برج كهرباء، تعتقدوا ايش السبب؟ ايش اللي يخلي واحد يرجع من الانتحار؟
هل توقعتوا انها ترجع عشان قطتها؟ يعني يمكن ما عندهاش اولاد، لو كانت شافت كمان ابنها او بنتها كانت ترجع، بس حلو ان في شيء، المهم ان في شيء رجعها. وفي خبر آخر، بعد تعطل صفارات الإنذار، السلطات الأمريكية تفتح تحقيقاً حول حرائق جزر هاواي التي أودت بحياة أكثر من 80 شخص. مأساة كبيرة، ودائماً نلقي اللوم على مثلاً في دولنا العربية، بنقول الإهمال والفساد ومش عارف إيش. الموضوع طلع مش مقتصر فقط على الدول العربية، الفساد موجود في كل مكان، وهذا يخلينا ما نعممش أبداً القاعدة. طيب، وصلنا إلى نهاية حلقتنا. كليب النهاية هو آخر أعمال الفنان الشاب عبدو بي في دويتو بعنوان فديت قلبك مع الفنان إبراهيم فضل. أترككم تستمتعوا بهذا العمل اللي أنا عجبني شخصيا، إن شاء الله كمان يعجبكم، وحلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم إن شاء الله بإذن الله. أراكم في حلقات كثيرة قادمة. إلى اللقاء.